في إطار الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية، المرأة في التعليم العالي وعلوم المستقبل، افتتحت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة معرض المرأة البحرينية للإبداع والابتكار الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال البحرينية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وذلك في مقر مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية ريادات في عالي. وجالت الأنصاري على المشاريع المشاركة مستمعة إلى شرح تفصيلي عن كل مشروع وقدرته على الاستمرار والنمو، معتمدا بذلك على الابتكار في جميع تفاصيله بدءا من الفكرة مرورا بالعمليات الإدارية والتشغيلية وصولا إلى الخدمات أو المنتجات التي يقدمها ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق البحريني والقدرة على التصدير. كما استمعت من المشرفين والموجهين المتواجدين في المعرض إلى ما يقدمونه من خدمات إرشاد وتوجيه للصاحبات للمشاريع المشاركة والربط مع الشركات والمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين. وعلى هامش المعرض عقدت الأنصار اجتماعا مع عدد من الشركاء والداعمين، ناقشت خلاله وضع خطة عمل دائمة تضمن السير قدما في المشاريع الابتكارية المشاركة ودعمها. وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن تنظيم معرض المرأة البحرينية للابتكار والإبداع يأتي في إطار مواصلة المجلس الأعلى للمرأة لجهوده الرامية إلى تعزيز حضور المرأة البحرينية في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها البحرين بتوجيهات ملكية سامية، وبما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتسريع جهود التنمية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين. وأكدت الأنصاري أن المجلس سيواصل مستقبلا العمل مع مختلف الشركاء في القطاع العام والخاص والأهلي من أجل البناء على مخرجات يوم المرأة البحرينية هذا العام.